إلى أي مدى الغرب الآن مع كل العقوبات ومع كل ردود الأفعال والدعم العسكري والمالي الكبير الذي قدمه لأوكرانيا هو مهتم بمسألة إنجاح هذه المفاوضات؟ وكيف يمكن تبين ذلك؟ يعني هل سنجد جهود وساطة خلال الفترة المقبلة لتقريب وجهات النظر بين الطرف الروسي والأوكراني؟ أهلا بحضرتك أستاذة مروج، وأهلا بضيفك الكريم من موسكو. طبعا سير المفاوضات حتى الآن طبقا لما قاله الرئيس الأوكراني زيلينسكي يقول 1% فقط يتوقع نجاح هذه المفاوضات. إذن من وجهة النظر الأوكرانية طبقا للمطالب الأوكرانية بوقف العمليات العسكرية والغزو الروسي كما يسميها الأوكرانيون، طبعا هذه ستكون يبدو مرفوضة لدى الجانب الروسي إلا في حالة واحدة، هي الاستجابة للمطالب الروسية بتحييد أوكرانيا، أن تكون محايدة على أقل تقدير وألا تدخل حلف الناتو إلى أراضيها. هذا ما تريده روسيا. وفي المقابل أوكرانيا كل يوم تستمر في هذه الحرب تزداد المطالب الأوكرانية، لأن الدمار الذي يحدث هناك دمار كبير وصعب جدا على أوكرانيا. الموقف الغربي حتى الآن من هذه المفاوضات ما شهدناه هو السكوت فيما يتعلق بالتأثير على أوكرانيا في هذه المفاوضات. يعني هم يتركون الأوكران يفاوضون طبقا لمعطيات أمنهم القومي وطبقا لرؤيتهم الشخصية لهذه الأحداث، يقدمون الدعم السياسي والعسكري والإنساني ولكن لا يتدخلون في المفاوضات. وأعتقد يعني هناك مسارين، مسار أن نفكر بشكل تآمري فنقول إن من مصلحة الغرب أن يطول أمد الصراع حتى يتم إنهاك روسيا اقتصاديا وعسكريا، ولكن من منطلق ما يعلنه الغرب من مواقف نبيلة وحريات وديمقراطيات وعدم اعتداء على حقوق إنسان إلى آخره، هم يرون أن انتهاء هذه الحرب يجب أن يكون وشيكا ولا يتدخلون إلا بتقديم كل الدعم الذي يؤدي إلى صمود أوكرانيا قدر المستطاع أمام الآلة العسكرية الروسية.